ما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي عنده هذا الإدراك المسؤول لقيمة الوطن ومصلحة الوطن وحق الوطن على أبنائه، إن أنت في لحظة المسؤولية بتستدعي كل موروثاتك التاريخية في القيام بواجبك تجاه هذا الوطن. وواحدة من أهم المهام نزع فتيل التوتر وإعادة الأمور كلها لنصابها الطبيعي، خاصة في العلاقة الرياضية. العلاقة الرياضية بين الأهلي والزمالك النهاردة بتشهد تحول نوعي مهم جدا. هذه الزيارة أعطيت الكلمة في الأول للكابتن محمود الخطيب، أشار إلى شكره لمجلس إدارة نادي الزمالك على هذه الدعوة، وتحدث عن طبيعة هذه الدعوة وعلى المأمول منها في البناء على ما تم. رد الكابتن حسين لبيب بكلمة نشوفه قال إيه. احنا فترة مش كانت بسيطة، كان في فترة معينة يمكن كان في صراعات، واحنا لا يعني نادي الزمالك ليس له اي صالح بهذه الصراعات. احنا كل اللي فيه ان احنا منافسة شريفة مع النادي الاهلي، ونتمنى ان نطبق ذلك. يعني احنا انا واحد من الناس اللي لما كان منتخب مصر كنت بتمرن داخل نادي الاهلي، وكان الكابتن خالد مرتجي بيتمرن معانا، يعني كلنا اخوه يا جماعه، وايام المنتخبات كلنا بنطلع مع بعض السفريات ونقعد مع بعض. احنا عايزين نرجع هذه الروح تاني مره اخرى، كان في وقت كده عايزين كلنا ننسى هذا الوقت ده تماما بالنسبه لنا وبالنسبه للجماهير بتاعه النادي. الناديين اللي هم بنسميهم وكل الاعلام بيسميهم قطبي الرياضه المصريه، قطبي الرياضه المصريه دول يبقى المنافسه بينهم شريفه، وكل واحد ينتمي للنادي ويدافع عن حقوق النادي، بس في نفس الوقت يبقى بالايجاب بصوره ايجابيه وليس بصوره سلبيه. يا بابا من ايطاليا ونعرف يا مرحبا ما يسمى سيبنا من الكلام ده خالص، خلونا طبيعيين زي عوائلنا، كل واحد يشجع النادي براحته خالص ويدافع عن النادي براحته خالص، بس يلتزم حدود الادب، لان اساسا الرياضه اساسا اخلاق فعلا قبل ما يكون ادب. دي يعني جمله من الحاجات اللي لابد ان كلنا نعيها ونحافظ عليها ونعمل عليها. دلوقتي انا برضه يعني بتواجدكم هنا كمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، وان شاء الله اول فرصه احنا برضه يشرفنا ان احنا نيجي لحضراتكم، وده برضه شيء ايجابي جدا جدا. اي وقت يا كابتن محمود المجلس كله نيجي لزياره حضراتكم، وهنسعى فيها ان شاء الله، وعايزين الايمان ده يبقى مستمر على طول. عايز اقول لك كده بعد اذن حضراتكم ان احنا النهارده كنادي الزمالك بنفتح صفحه جديده مع كل الناس، سواء الاعلام بجميع انواعه. احنا النهارده الغايه ان يسمى الصوره الذهنيه لنادي الزمالك بترجع تاني ودائما زي الصوره اللي كل الناس عندهم معتاده عليها، فبنطلب بعض من الاعلام ان هو يقف بجانب نادي الزمالك وبجانب النادي الاهلي، ونوع من المواد والمنافسه الشريفه، وما يبقاش فيه اي حاجات من الخيال بتحصل او كده. وانا متخيل ان الاعلام له دور كبير جدا في الجمله اللي انا قلتها. النمره دي برضو احنا علاقتنا ان شاء الله مع جميع الانديه على رسائل النادي الاهلي سوف تظل في حاله جيده طول ما كل واحد يمشي مع النادي ويدافع عن النادي ويدافع عن حقوق النادي بدون اي اتهام للاخر، ان من حق كل واحد فينا ان هو يشتغل للنادي على اكمل وجه. وده فعلا يشرفنا ان احنا نكون من ضمن هذه المنظومه، وانا بتشرف ان انا برقص ناس افاضل ومجلس اداره نادي الزمالك كلهم نفس اللي انا بقوله ده كلنا متفقين عليه من اول يوم، فبشكرهم على المجهود اللي ادوه خلال ال 100 يوم السابقه. فعلا يمكن الحمد لله قدرنا كلنا مجهود ثنائي اكثر من اي حد تاني ان احنا نغير من الصوره اللي كانت منتهكه على نادي الزمالك، وده بجد يعني مساعدنا جدا جدا. اخيرا يعني برحب بكل الحضور من اولهم لاخرهم، وفعلا كان ينقصنا الوزير العمري فاروق، واحنا يعني انا واحد من الناس
كلمة بتعكس حاجتين مهمين جدا. أولا شخصية المتحدث كابتن حسين لبيب، أنا أعرفه من أيام المنتخب، مش هو بس، أنا كنت مدير الفريق القومي، كنت بطلع رئيس بعثة مع منتخب كرة اليد، كنت عضو مجلس إدارة الاتحاد وقتها، وأمين صندوق مدير فريق قومي، وكان بيجي معايا المجموعة بتاعت نادي الزمالك، كابتن حسين صقر، كابتن مدحت البلتاجي، الكابتن حسين لبيب، الكابتن ايوب دعبس، الكابتن يعني دول اللي بفتكرهم، الكابتن هشام نصر. وكنت اتمني اقول لهم انتوا فيكم حاجه مختلفه، وكنت اشعر ان دي قيادات متاسسه صح جايه نادي الزمالك بتوع الهندبول. والله ما هي واضحه يعني، هو رئيس النادي والنادي، وكنت اقول لألف كده عليك مسؤوليه، الناس دي ماشيه صح، وايمن الجون صلاح الجون كانوا مجموعه رائعه جدا جدا على خلق والتزام، ما فيش مشكله واحده كانت بتجيلي منهم. تبادل الدروع التذكاريه درع نادي الزمالك لروح الاستاذ العمري فاروق، تسلمه الكابتن محمود الخطيب رحمه الله عليه، سيبقى في قلوبنا حاضر دائما. فكنت اراهم لما تشوف كابتن حسين حسن درع النادي الاهلي من الكابتن خطيب للكابتن حسين لبيب، الكابتن حسن صقر، كابتن مدحت البلتاجي، كابتن حسين لبيب في قيادات وزارة الشباب، ثم اليوم الكابتن حسين لبيب مع الكابتن هشام نصر قيادات نادي الزمالك. أنا عايز أقول إيه؟ لما تطلع صح تكمل صح. أنا عايز أقول المشهد الثاني بقى اللي أنا وأنت كنا عمالين نهمهم عليه، يا جماعة مفيش حاجة متسابة صدفة، الإعلام اللي ورا الاهلي وراه علمه والزمالك وراه علمه، وفي النص منتخب مصر بيجمع العالمين، لكن اللي على الطاوله ايه؟ الاهلي، رئيس الاهلي قدامه علم الزمالك، رئيس الزمالك قدامه علم الاهلي، تصرفات صغيره مقصوده بتأكيد على هذه الروح الجديده التي تظهر في ملاعبنا.